بعد ما شفنا الأحداث اللي حصلت امبارح، هنتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة، واللي منها قرار وزارة التموين بصرف المستحقات المالية لأصحاب المخابز عن أيام العمل في أجازة العيد. كمان لجان استلام القمح بالشون والمصانع هتستأنف عملها في البحيرة. النهاردة كمان في ماتش مهم جدا لمانشستر سيتي وريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، وزارة التموين هتبدأ سداد المستحقات المالية لأصحاب المخابز عن أيام العمل في أجازة العيد، وده في إطار حرص الوزارة على توفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية. كمان مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى المحافظات بتواصل حملاتها الرقابية المستمرة على المخابز والمنافذ التموينية خلال أيام العيد للتأكد من صرف الدعم لمستحقيه. النهارده كمان لجان استلام القمح بالشون والصوامع هتستأنف عملها في محافظة البحيرة، وكمية الأقماح المحلية اللي تم توريدها في المحافظة وصلت ل 1033 طن. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهارده مع مباراة مهمة في جولة الإياب في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، واللي بتجمع ما بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، وده هيكون الساعة 9 بالليل.